في الشأن التربوي الآن، تبين من خلال الرزنامة الجديدة لجدول اختبارات البكالوريا أن وزارة التربية قلصت من الحجم الساعي لكل مادة بما يعادل 30 دقيقة، حيث تفاجأ الأساتذة والتلاميذ على حد سواء من هذا الإجراء. هاجر زليلف تفصل أكثر. الإفراج عن رزنامة سير اختبارات بكالوريا 2017 يدفعنا للمقارنة مع جدول السنوات الماضية. نجد الرزنامة الجديدة تتضمن عدة تعديلات، فعلى سبيل المثال مدة امتحان مادة علوم الطبيعة والحياة سابقاً 4 ساعات ونصف، أما حالياً فيمتحن التلاميذ في 3 ساعات ونصف زائد نصف ساعة لاختيار أحد الموضوعين. هي لو كان ينقصوا لك لو نومبر دي زيكزو ولا تساعدنا، بصح ما عندناش حنا دوكا واش كاين. باغ اكزومبل في الرياضيات عندنا 4 تمارين، كاين دالة والتمارين دالة ما يقدروش ينقصوا منها، دونك سيرتامون سواء ينقصوا لنا من التمارين في الحجم تاعهم ولا ينحيوا لنا تمرين واحد. باغ اكزومبل دوكا مات عطاونا 3 سوايع، 2 سوايع تحل فيها ونص ساعة تخير. ثلاث مواد في يوم واحد مع تقليص الحجم الساعي لكل المواد وفي كل الشعب من أجل تخصيص 4 أيام فقط للامتحانات، إجراء اعتبره الأساتذة ليس في صالح التلاميذ. قالوا دوما أنه نصف ساعة دوما لاختيار الموضوع المناسب أو الأنسب. أنا أعتقد أنه نحافظ على موضوع واحد فتركيز التلميذ كله يكون منصب عليه، فيكون نوعا من ماذا من الأريحية في الحل. أما تضيق عليه الوقت وزيد تعطيه سؤالين أو عفوا موضوعين فهذا فيحطه في ماذا في تردد. الآن عن المستجدات في هذا الوقت بالضبط شوية متأخرة. علاش؟ تمنينا لو كانت من قبل أو في بداية الموسم الدراسي، من باب الوضوح، من باب أنه يكون استقرار هناك لتركيز التلاميذ على الاختبار وكذا أوليائهم وحتى الطاقم التربوي، أن تكون أمور واضحة من قبل. النسخة الجديدة لرزنامة الامتحانات ما هي إلا خطوة أولى لتطبيق إصلاحات البكالوريا في انتظار تطبيق التدريج للمقترحات لغاية 2021.